ديما متواصلين معكم في إطار المبادرة التشجيعية لكاع التلاميذ اللي ما بغاوش يستسلموا وحلم الميديسين ديما عايش معاهم. وهاد المرة مع تجربة أقل ما يمكن نقوله أنها كتبان شبه مستحيلة، ولكن العزيمة كتخلي كل شي ممكن. بلا ما نطول عليكم، خليكم تكتشفوا براسكم القصة ديال سناء بوقادير من كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء. السلام عليكم، معكم سناء اتيديون تاع الفاكولتي دو ميديسين دو فارماسي دو كازابلانكا. اليوم جيت نقول لكم على مون اكسبيريونس باش دوزت الميديسين الكونكور دو ميديسين بور لا دوزيام فوا. كان مون باك خديتو الباك ديالي في ديال 18 عام، دخليتو في 2017. مالوروزمون ما جبتش السوي ديال الميديسين، دونك ما كنتش عارفه شنو خاصني ندير بحال بزاف ديال لي اتيديون. دونك جي ديسيدي باش ندير لا بيولوجي في لافاك دو سيونس. دونك درت لا بيولوجي في لافاك دي سيونس ودازت السنين وخديت لا ليسونس. ومن بعد بقى هذاك لو ريف ديال لا ميديسين، راكم عارفين كيبقى ديما كيبقى في البال. دونك كان الكونفينمون اجي ديسيدي باش نعاود الباك باك ليبر ونتيستي ما شونس بور لا دوزيام بور لا بروميير فوا. ديك الساعه كانت بور لا بروميير فوا. الوغ درت باك ليبر وبريباريت مزيان، دوزت الكونكور، مي مالوروزمون جيت في لا ليست داتوند. مكتبش داك العام مهم، ما بقيتش عارفه شنو غادي ندير. اوطون كاتيديونت اللي كانت نورمالمون خاصها تقرا الماستر، رجعت دارت باك ليبر وكتفكر انها رجعت تبدا من الاول. ملي ما جبتش الميديسين، دونك بقيت كنفكر شنو غادي ندير. دونك عاودت باك اخر، عاود درت باك ليبر اخر. كان الاول كان بي اس تي والثاني كان اس بي تي. خدمت مزيان، مي هاد المره كنت خدمت مع بروف ياسين مرضي، الله يجازيه بخير. كنت خدمت معاه، كان كيخدم معنا مزيان، كان كيخدم معنا مزيان، كان كيخدم معنا 8 موا فريمون 8 موا دازت غير خدمه، كلها خدمه. خدم معنا كاع لي زاستوس ديال لي 3 ماتيير، بي سي شيمي ومات. مسكين كان كيخدم معنا من نيتو فريمون، دار كاع لي في جهدو. كان كيعطينا لي زاستوس كيفاش نخدمو، كيفاش جيري ستريس، بزاف الحوايج. وبورتون ديك لاني كنت درت باك، داك الباك اللي كنت خديت كنت درت لافاك اتود فرونسيز، مي مالوغوزمون مقدرتش نكمل فيها. كنت عطيت وقتي كله، جدي كله الكونكور، وصل وقت الكونكور ودوزت الكونكور والحمد لله. جيتي ادميس في لا ليست برينسيبال. اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه للناس، سورتو الناس اللي ديجا فحالي قراو خداو باك وقراو شي حاجه اللي هما اصلا ما عجبهمش، داروها غير حيت هذيك كان هو لو سول شوا اللي كان. فونو لاشي با، ما تحبسوش، بقاو في لو غيف ديالكم. واخا انكم خديتو واحد الطريق اخرى، راه هادشي ماشي صعيب انك تعاود من الاول. كاين بزاف الناس تقول لي لا علاش عاودتي، صعيبه ما غاديش تجيب الكونكور. مي نو، الا خدمتي فريمون، الا خدمتي وعطيتي جهدك، راه ربي غادي يسهل عليك. شكرا لسناء على هاد المبادرة الطيبة، وكنتمنوا لها مسيرة دراسية ومهنية موفقة ان شاء الله. ما عليكم غير تواصلوا مع الأستاذ ياسين باش حتى انتم توصلوا الحلم ديالكم.